بما يزيد عن 20,000 عنصر أمني تواصل النجف تفويج الزائرين الوافدين إلى كربلاء لإحياء الزيارة الأربعينية وسط إجراءات صحية وخدمية موسعة من خلال انتشار المفارز الطبية والدوائر الخدمية على طول طريق يا حسين. الخطة الأمنية قسمت مدينة النجف إلى عدة مناطق أمنية، تم تأمين جميع طرق الزائرين ومسالك الزائرين، تم تنفيذ عمليات استباقية، تم تنفيذ وتأمين للصحراء الغربية بممارسة أمنية كبيرة، تأمين جميع الطرق من محافظة الديوانية جنوبا إلى كربلاء شمالا، ومن محافظة والمسالك القريبة على محافظة بابل أيضا، وفي قضاء الكوفة وفي قضاء المناذرة وفي الأقضية الأخرى الخاصة بالمحافظة. في المقابل لم تدخر المواكب الحسينية والخدمية المنتشرة على جنبي طريق كربلاء أي جهد في تقديم شتى أنواع الخدمات إلى الزائرين السائرين سيرا على الأقدام، مع إجراءات تنظيمية لتمرير هذه الأعداد المتزايدة منهم نحو كربلاء. القضية الحسينية قضية عالمية لجميع الفئات المسلمين، وهي قضية تهم جميع الإسلام، والحسين لما أتى إلى هذه الثورة أتى ليصلح في أمة جده، عرفت، ويبين الحق من القوات الأمنية، يعني مسيطرة على الوضع، يعني كل زينة. احنا شنو يريدون احنا حاضرين، هم شنو نريده هم حاضرين، يعني اي شيء الحمد لله والشكر ما صار اي شيء من بدايه الزياره لحد الان. ياتي ذلك في وقت يشهد فيه مطار النجف الدولي استقبال العشرات من الرحلات الجويه التي تحمل مئات الزائرين العرب والاجانب الذين انطلقوا لزياره المراقد الدينيه في النجف قبل التوجه نحو كربلاء لأداء الزيارة. من وسط طريق يا حسين، الرابط بين محافظتي النجف وكربلاء، محمد رزاق، التغيير.